هذا هو مشهد بيروت اليوم، نفايات متراكمة في كل شارع من شوارع العاصمة. هذا مشهد لا يوصف، والله يرحم لبنان، غير هيك ما فينا نقول. مشهد كان متوقعا بعد إقفال مطمر النعم منذ 3 أيام وتوقف شركة سوكلين عن جمع النفايات، فتكدست الأكياس في الحاويات وطافت على الطرقات والشوارع. ورغم محاولات عمال شركة سوكلين التخفيف من الروائح عبر رش مادة الكلس البيضاء على الحاويات، إلا أن الروائح انتشرت وبقوة، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة. قد ايه المسؤولين عنا نضاف؟ هذه بتعبر أنهم هذه شخصيتهم، هذه هن. هذا مش معقول، وين البلدين اللي بتشيل ما بتقول فيه أطفال، فيه كبار بالعمر، بيصير معهم مرض، ما بيصير هذا غلط. شو بدي أقول لك؟ هيك الله بقولها يعني؟ أنا عندي 3 أولاد هلا مرضى، رحت الزبالة، توان الدولة. وإذا كان المسؤولون يبحثون عن حلول لهذه الأزمة، فإن الآثار الجانبية البيئية والصحية لا تنتظر. هاي مشكلة كبيرة، إنه سائبة بحظنا القليل إنه بوقت كتير الحرارة بيرتفع، هيدي بتأثر، ممكن تزيد الحشرات، الصراصير، الدبان، النمل، الجرادين، وهي كلها ممكن تؤدي لعدة أمراض، تحمل فيروسات وتحمل بكتيريا، ممكن تؤدي لإسهالات معوية، لريقان، لتيفوئيد، لعدة أمراض. هلأ نحن في شغلة، أكبر غلط أنه يحرق الزبالة، لأنه حرق الزبالة ممكن تعمل غازات سامة تأثر وتضر أكثر ما بتفيد يعني. المفروض طبعاً أول شيء بالنسبة للدولة أنه تلاقي حل لقصة الزبالة انه تشيلها. في شغلة لقيتها لاحظتها كتير مهمة، انه سوكلين عم يرشوا باودر ابيض، هيدا بيساعد شوي على تخفيف تأثير انه الحشرات ما تزيد او تعمل مشكلة اكبر يعني، هيدي كتير مهمة. بدنا كمان مجهود فردي من كل بيت، من كل هيدا، انه الزبالة يربطوها، ما يخلوها ما تشوفي يعني، بس بده يرمي زبالة الواحد يربط الكيس قد ما فيه. 3 أيام من تراكم النفايات ولا حلول قريبة تلوح في الأفق، وبالانتظار تتحول شوارعنا وطرقاتنا إلى جبال نفايات في قلب العاصمة.